هذا اول مره بيشوي زي ما بفهم ومثل ما جيت تهريب راح ارجع تهريب على بلدي سوريا. لا لا بالعكس ما لي خايف من الطريق ومتحمس انه اصل، وحتى لو كان في مشو او كان في صعوبه او مطر. مستحيل أرجع لألمانيا أو لأي دولة أوروبية، أولاً لأني نحن بس فقط لأننا مسلمون يقولون أننا إرهابيون أول شغلة، والشغلة الثانية بينظروا علينا نظرة بخافوا مننا، وإن كأنه نحن وحوش أمام يعني أناس بشر ونحن ما لنا بشر.